صوت مهيب يتردد عبر الأمواج، صمت عميق يلف المحيطات. وسط هذا الصمت يظهر كائن ضخم يكاد يكون أسطورة. إنه الحوت الأزرق. هل تعلم أن هذا الكائن العجيب هو أكبر مخلوق عاش على وجه الأرض؟ نعم، أكبر حتى من الديناصورات العملاقة التي حكمت العالم قبل ملايين السنين. تخيل لو كنت تقف أمامه الآن، كيف سيكون شعورك حينما ترى كائناً بحجم طائرة بوينغ 737 يسبح بهدوء في أعماق المحيط؟ لكن يا صديقي، هناك الكثير مما لا تعرفه عن هذا العملاق الهادئ. ما هي قصته؟ كيف استطاع أن يعيش لآلاف السنين؟ ولماذا يواجه الآن تهديدات قد تؤدي إلى انقراضه؟ كل هذه الأسئلة وأكثر ستجد إجاباتها في هذا الفيديو. ولكن قبل أن نبدأ رحلتنا، إذا كنت من محبي الغرائب والأساطير الطبيعية، فلا تنسى الاشتراك في قناة خبايا لتصلك المزيد من القصص المدهشة عن الماضي والحاضر وعن الكائنات التي تسكن عالمنا دون أن نعرف عنها شيئاً. اضغط على زر الاشتراك الآن، لأن الرحلة على وشك أن تبدأ. الحوت الأزرق، أو كما يطلق عليه علمياً بلاينوبترا موسكولوس، هو ليس مجرد حوت كبير، بل هو أعجوبة طبيعية بكل معنى الكلمة. يبلغ طوله في المتوسط حوالي 30 متراً ويصل وزنه إلى 200 طن. تخيل أن قلب هذا الحوت يمكن أن يصل وزنه إلى حوالي 120 كيلوغراماً وهو بحجم سيارة صغيرة. أما لسانه فله وزن يعادل وزن فيل بالغ، ويمكن أن يحتوي فمه على 100,000 لتر من الماء في آن واحد. إذا قمنا بمقارنة الحوت الأزرق مع الكائنات الأخرى، سنجد أنه أكبر بكثير من أضخم الديناصورات مثل التايتانوسوروس الذي كان يزن حوالي 85 طناً فقط. وفي عالم البشر، فإن أثقل طائرة في العالم وهي طائرة الأنتونوف الروسية تزن حوالي 60 طناً فقط، أي أقل من ثلث وزن الحوت الأزرق. الحوت الأزرق لم يكن دائماً بهذا الحجم الضخم. دراسات علمية حديثة تشير إلى أن أسلافه كانوا أصغر بكثير، لكنهم تطوروا ليصبحوا بهذا الحجم نتيجة للتغيرات البيئية والمناخية التي حدثت منذ ملايين السنين. يعتقد أن هذا التطور بدأ قبل حوالي 40 مليون سنة، عندما كانت الحيتان تعيش على اليابسة ثم تكيفت مع الحياة البحرية. الحوت الأزرق رغم أنه يعيش في الماء، إلا أنه من الثدييات التي تحتاج إلى التنفس من خلال الرئتين. لهذا السبب يخرج إلى سطح الماء بشكل دوري لأخذ كميات كبيرة من الهواء. يمتلك الحوت الأزرق ثقباً تنفسياً واحداً على رأسه، والذي يستطيع من خلاله إطلاق نافورة مياه يصل ارتفاعها إلى 10 أمتار. هذه النافورة ليست ماءً، بل هي بخار ماء يتكون نتيجة اختلاط الهواء الساخن الخارج من جسم الحوت مع الهواء البارد في الجو. الحوت الأزرق يتغذى على الكريل، وهي كائنات صغيرة جداً تشبه الجمبري. وعلى الرغم من صغر حجم الكريل، فإن الحوت الأزرق يحتاج إلى تناول ما يصل إلى 4 أطنان منه يومياً لكي يظل نشيطاً وقوياً. يقوم الحوت الأزرق بفتح فمه الكبير أثناء السباحة، ثم يستخدم صفائح خاصة تسمى البالين لتصفية المياه وإبقاء الكريل داخل فمه. حياة الحوت الأزرق ليست فقط متعلقة بالأكل والنوم، فهو كائن اجتماعي إلى حد ما، حيث يعيش في مجموعات صغيرة تسمى البود. هذه المجموعات تساعد بعضها البعض في التنقل عبر المحيطات والبحث عن الطعام وحتى التصدي للتهديدات الخارجية. لكن ماذا عن السفر؟ الحوت الأزرق يعتبر من أكثر الكائنات الحية التي تقوم برحلات طويلة عبر المحيطات. في الشتاء يهاجر إلى المناطق الاستوائية الدافئة للتكاثر، وفي الصيف يعود إلى المياه الباردة الغنية بالكريل. هذه الرحلات قد تمتد لمسافات تصل إلى 10,000 كيلومتر، وهو رقم مذهل بالنسبة لكائن حي. إذا تحدثنا عن التواصل، فإن الحوت الأزرق يستخدم أصواتاً منخفضة التردد يمكن أن تسمع على بعد مئات الكيلومترات. هذه الأصوات تستخدم للتواصل مع الحيتان الأخرى ولتحديد مواقع الطعام وحتى للتنبيه عند وجود خطر. دراسات أثبتت أن هذه الأصوات يمكن أن تستمر في السفر عبر الماء لمدة ساعات بسبب الخصائص الفريدة للموجات الصوتية في المحيطات. رغم ضخامته وقدرته على التعايش مع البيئة البحرية، فإن الحوت الأزرق ليس بمنأى عن التهديدات. خلال القرن العشرين،
تعرض هذا الكائن العجيب للصيد الجائر من قبل البشر الذين كانوا يستخدمون زيته وجزيئاته في الصناعة. في فترة زمنية قصيرة انخفض عدد الحيتان الزرقاء بشكل مخيف حتى أصبحت على وشك الانقراض. في عام 1904 بدأت صناعة صيد الحيتان باستخدام أساليب حديثة مثل القوارب البخارية والمدافع التي تطلق الحراب. في غضون 50 عاماً فقط تم قتل أكثر من 300,000 حوت أزرق، وكان معظم هذا الصيد يتم في المحيط الجنوبي حيث كانت الحيتان الزرقاء تعيش بأعداد كبيرة. في عام 1966 أدركت الأمم المتحدة خطورة ما يحدث وأصدرت قوانين دولية تحظر صيد الحيتان الزرقاء، ومع ذلك استمرت بعض الدول مثل اليابان والنرويج وأيسلندا في صيد الحيتان تحت ذريعة الأبحاث العلمية، وهو ما أثار جدلاً كبيراً في المجتمع الدولي. اليوم ومع وجود القوانين الدولية التي تحظر صيد الحيتان بدأ العدد في التعافي تدريجياً، لكن التهديدات لم تنتهي بعد. التلوث البحري وتغير المناخ والاصطدام بالسفن كلها عوامل تؤثر على مستقبل هذا الكائن العجيب، وإذا لم نتحرك سريعاً لحمايته فقد نفقد هذا العملاق للأبد. قد تتساءل لماذا يجب أن نهتم بالحوت الأزرق؟ الإجابة بسيطة ومباشرة، لأنه جزء من النظام البيئي العالمي. الحوت الأزرق يلعب دوراً حيوياً في الحفاظ على توازن المحيطات. عندما يموت الحوت يسقط جثمانه إلى قاع المحيط ليصبح مصدراً للغذاء لمئات الكائنات البحرية. هذا ما يعرف بـ Phenomenon of Whale Fall، وهو ظاهرة طبيعية تدعم الحياة في أعماق البحار. علاوة على ذلك فإن الحوت الأزرق يساهم في تقليل ثاني أكسيد الكربون في الجو. كيف؟ عندما يغوص في أعماق المحيط يقوم بتحريك العناصر الغذائية من القاع إلى السطح، مما يساعد على نمو الطحالب التي تمتص ثاني أكسيد الكربون. وبالتالي فإن الحفاظ على الحوت الأزرق ليس فقط حماية للكائن نفسه، بل هو حماية لكوكبنا بأكمله. وفي نهاية هذه الرحلة نكون قد اكتشفنا معاً عالماً خفياً مليئاً بالأسرار عن الحوت الأزرق، الكائن الذي يذكرنا دائماً بأن الطبيعة تحتوي على عجائب لا تنتهي. ولكن كما ذكرنا هذا العملاق يواجه تهديدات خطيرة تحتاج إلى تكاتف الجميع لمواجهتها. إذا أعجبتك هذه الرحلة واستمتعت بمعرفة المزيد عن الحوت الأزرق فلا تنسى دعم القناة بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك لتبقى على اطلاع دائم بكل جديد. شارك هذا الفيديو مع أصدقائك ودعنا نعمل معا لننشر الوعي حول أهمية الحفاظ على هذه الكائنات العجيبة. وفي النهاية، أي موضوع تريد أن نتحدث عنه في الفيديو القادم؟ اكتب لنا في التعليقات وسنجيب على جميع أسئلتكم ونختار أفكاركم للفيديوهات القادمة. إلى اللقاء في رحلة جديدة مليئة بالأسرار والغرائب.